ثلاث ايام وهيك شيء قلت لكم على اكبر مسابقه بالوطن العربي، فحابه اذكركم المسابقه راح تبدي يوم الخميس يعني باكر. اكبر مسابقه بالوطن العربي مثل ما قلت لكم بهدا عامين مشاهير من كل انحاء الوطن العربي، وحرفيا المسابقه شيء خرافي. اي احد حاب يصعد حسابه او يطور شغله او من هالحكي يفوت على هاي الحساب مال ايه ويتواصل وياها، فيس يعني لا تفوتوا الفرصه. حرفيا المسابقه كلش حلوه، فحبيت اذكركم المسابقه باكر. عمر وير ار يو، واي يو ما عم تنزلي امام واي يو ما تنزلي ستوريات؟ عمر وصل ساعه او ساعتين قاعده من النوم، شفوتي شوفوا شعري بعدني ضويته، شوف شكله يفشل. ولبست هيك لانه اليوم عندي حفله عيد ميلاد بيرثدي، بس ما بيها حلو بس حلو. بالمناسبة كلش فرحت انه فيديو التيك توك كلش عجبكم اللي هو اخر واحد نزلته، شكرا على التفاعل الخرافي، بيوم وصل تقريبا 500,000 لايك وحاليا هو 600 وشوية لايك و 5,000,000 مشاهدة، فالحمد لله انه عجبكم وان شاء الله الجاي اقوى. واحتمال يعني ما اقدر اكد لكم بس احتمال اليوم الساعة 7 اكو فيديو تيك توك، اذا لحقت اصور حنزل لكم فيديو تيك توك، فخليكم جاهزين يعني يمكن اصور لكم ويس. قاعد ما صار لي نص دقيقة من نزلت الستوري وكل البنات بالخاص ديبتون ليش قصتي اظافرش طوال حرام، هاي قصتي لانه كلش ضعيفات يعني بس اسوي هيك يطيرن، بقيت بس هذا الوحيد الطويل والباقيين كلهم يشوفوا قصتي فعادي. الجو حلو، الكلمة مش حارة، عشانكم الشمس بس ندى الكاميرا الشمس شلون بحتى شوف الدقوية يا تشكبرها بس حلو المكان ولا موت من الحار يس يعني هاليك تقول يعني الجو حلو يا مش ما حلو لا تحسدوني. فيديو صار على اليوتيوب كلها تكون، روحوا الحوش الشاشة وروحوا شوفوا.